بسم الله، الصلاة والسلام على رسول الله. سيدة الأولى، سيدة وزيرة الشؤون الاجتماعية والطفل والأسرة، سيد ممثل سفارة دولة الإمارات العربية الشقيقة، سيد منسق حملة نبضات، السادة الأساتذة والدكاترة أعضاء فريق الحملة، والسيد المدير العام للمركز الوطني لأمراض القلب والفريق المتخصص من أمراض القلب، اسمحوا لي في البدء أن أعرب عن منتهى شكرنا وعرفاننا لهؤلاء الفرسان الأشراف الذين شرفونا اليوم وهم يتحملون مشقة السفر والسهر ليربطوا على قلوب بعض في لذات أكبادنا. والشكر موصول واصل لمؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للأعمال الخيرية والإنسانية ومنظمة نبضات على هذا العمل الخيري الكريم الذي وفقنا في تنفيذه. إنها سانحة للعرفان بالجميل لهاتين المؤسستين اللتين تمكنتا من علاج جراحي ستستفيد منه 100 من أطفالنا كانوا يعانون من تشوهات خلقية في القلب. والشكر كل الشكر للسيدة الأولى الدكتورة مريم التداه على إنتاج هذه الفكرة وتعبئة وتنسيق هذه المبادرة الإنسانية امتياز. حضرنا الكريم، إن الشيء من مأتاه لا يستغرب، فالإماراتيون كانوا لنا دائما السند والعون منذ أيام المرحوم الشيخ زايد، حيث كنا من أيامها وإياهم معا في السراء وغيرها في الشدة والرخاء، والشواهد على ذلك جمة لا حصر لها ولا حد. فالمستشفيات والمساجد والوقاف والانسجام كلها تحكي ذلك التاريخ الممتلئ قوة وألفة ومودة، ذلك التاريخ الذي يتشبث الأبناء بتتبعه شبرا بشبر وذراعا بذراع. إن هذه الفرصة لا يمكن أن تمر دون أن نعترف بهذا الجميل ونستذكر بكل فخر ماضنا الأخوي ونستحضر بكل اعتزاز حاضرا يعزز ذلك الماضي المشرف ويعضده، حاضرا نصر فيه على السير على نهج المؤسسين. إن حضور طاقم طبي بهذا الحجم وبهذه الكفاءة يستفيد منه هذا الكم من أطفالنا ليس إلا لبنة من لبنات خير وتعاون عرفت بها كل من مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للأعمال الخيرية والإنسانية ومنظمة نبضات، تماما مثل ما عرفت السيدة الأولى الدكتورة مريم التداه بحرصها على تتبع مظان الخير. نسأل الله أن يجعل ذلك في ميزان حسناتكم جميعا. أتمنى الشفاء العاجل والعمر الطويل الحافل بالعطاء والنجاح لأطفالنا المعالجين، وأؤكد لهم أننا لن ندخر جهدا من أجل توفير كل أدوات الطبابة وخبراتها ومعارفها ومجالاتها في مستشفياتنا الوطنية، وهو التزام تمليه علينا مسؤوليتنا كما تمليه علينا التزامات فخامة رئيس الجمهورية محمد الشيخ الغزواني المتعلقة بالمنظومة الصحية وبخدمة المواطنين. أيها السادة والسيدات، أمثل هذه الحملة العلاجية والنتائج المعول عليها منها محفزاً على بذل قصارى الجهد من أجل تكثيف هذا النوع من الحملات الذي يستهدف تخفيف معاناة مرضى القلب، بل إن علينا أن نضاعف الحملات الرامية إلى تشخيص وعلاج كل الأمراض المستعصية الأخرى أو تلك التي لا توجد لها مستشفيات وآليات في بلادنا. إن مثل هذه الحملات تقلل نسبة الوفيات بين المواطنين وتوفر لهم مصروفات كبيرة لا قبل لهم بها، وتضع لبنة أخرى في سياسة الأمن الصحي التي ينتهجها فخامة الرئيس، بل تعتبر أحد أهم الآليات التي تساهم في تحقيق الأهداف التي رسمها فخامة رئيس الجمهورية في مجال الصحة، وخصوصا ما تعلق منها بالحد من وفيات الأطفال في العمر الأول. أيها الحضور الكريم، مرة أخرى وكما أسلفت، ليست هذه الحملة بدعاً أو نشازاً في هذا الصدد، وإنما تسير على درب رصين اختطه الإماراتيون في مجال العمل الخيري بموريتانيا، فشملت أيادهم البيضاء بناء المساجد ودعم المحاضر وحفر الآبار وتشييد الفصول الدراسية ووقف الدكاكين والتكفل بآلاف الأيتام وإفطار الصائمين إلى آخر قائمة زاخرة من العطاء الخيري السخي. إن هذه الحملة فخور أنا بما قاله الآن منسق هذه الحملة بأنها أكبر حملة تسيرها منظمة نبضات خارج الإمارات العربية المتحدة، أكثرها عدداً من الأطباء والجراحين والأساتذة، وأكثرها عدداً من التجهيزات والآليات، وأكثرها عدداً أيضاً من الأطفال المستهدفين، إذ أن الهدف كما حدده الآن هو معالجة 100 طفل موريتاني، والأرقام حتى الآن قريبة من الهدف، وأمرنا كبيراً أن نزيد على الهدف الذي اختطته هذه المبادرة. إن هذه الحملة تنضاف إلى مئات مشاريع العون الاقتصادي ثابت منذ 3 أغسطس 1974 عندما زار الشيخ زايد
العاصمة الموريتانية الفتية، وأمضى ثلاثة أيام احتسى خلالها الشاي الموريتاني وحضر سباق الهجن الصحراوية وأدرك عمق العلاقات بين الشعبين وتعدد القواسم والروافد الثقافية المشتركة بينهما. لقد كانت تلك الزيارة فاتحة لعلاقة خاصة لا تتأثر بأي مؤثر، ولقد سار الأبناء بكل وفاء وبرور على دعم الأبي وعلى نهجه، فكانت موريتانيا دائما في قلوبهم وعلى ألسنتهم. واثق أنا من بلوغ هذه الحملة ذات البعد الإنساني الرفيع أهدافها بالشفاء التام لأولادنا وأبنائنا واستعادتهم وذويهم حياة طبيعية. أسأل الله جلت قدرته أن يكونوا فيها من المتميزين النافعين لأسرهم ووطنهم وأمتهم والبشرية جمعاء. ومع أن المرأة لا يكرم في بيته، فليس لي إلا أن أقول لكم جميعا، أنتم ضيوفنا وإخوتنا من حملة نبضات ومن كل الجنسيات، والأستاذ البروفيسور زهير، أقول لكم أهلا بكم في بيتكم، أشكركم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.